الإمارات الحقيقة عملت طفرة كبيرة جدا في التعليم، بدليل وجودها في مناطق عالية جدا في تصنيفات دولية لجودة التعليم. جامعة زي جامعة حمدان ذكية مميزة للغاية، بتقدم أسلوب جديد تماما في أو فلسفة جديدة للتعلم. والله الملتقى ده أنا بالنسبة لي مختلف، في مؤتمرات كتير عن التعليم حول العالم، ده له طبيعة خاصة جدا، وجود الطلبة فيه مهم جدا، والبروفيسورز، المشاريع اللي بتتقدم فيه، المسابقات، موضوع رواد الأعمال بيقدم فكر جديد، فمش مجرد معرض في شوية محاضرات وبعض الشركات، أعتقد أنه أغنى من كده.